اعتقد ان ما زلت مصر ان مساحات الاتفاق ما زالت واسعه، هي الايام الاكبر. ما زلت مصر على اننا محتاجين نتجاوز عن بعض الخلافات اللي هي تبدو لفظيه. يعني لو اتفقنا جميعا اننا نازلين الميدان بشكل سلمي فاحنا خلاص، لو اتفقنا جميعا اننا كلنا عندنا مطالب هناك اولويات لها ترتب هذه الاولويات، اعتقد ان حتى الاختلاف في الاهداف والمطالب الميدان يتسع لها واتسع لها طوال الوقت كل الناس عندها. فياريت اللي جاي بعد كده احنا عايزين نقول احنا عايزين الجمعه عايزين نديرها ازاي، عايزين ان يعني تبقى جمعه ممثله للاراده الشعبيه. وانا ميال للاسم اللي حضرتك طلعت اتسمت على فكره، نزلت كده اراده شعبيه، جمعه الاراده الشعبيه. وبدايه من الاعتراض على توافق الاراده الشعبيه، ولا اللي هو مطلوب، ومطلوب ان تكون سلميه، مطلوب ان تكون تلك المشاعره تكون جمعه حضاريه معبره عن مصر جميعا، معبره عن كل المصريين، ومعبره عن التنوع، معبره عن التنوع الموجود في الحاله المصريه كلها. فالتنوع او الاراء او الاهداف ليست حكرا على فصيل، وميدان التحرير ليس له صاحب الا الشعب المصري، او ليس الا صور التحرير فقط هم أصحاب هذا الميدان. ومنذ أن خرجت الثورة كان فيها اختلاف وتنوع، كان كل الخارجين إليها مختلفين الآراء والمشارب، لكن اتفق الأهداف واحدة في وقت محدد وتحققت تلك الأهداف. لكن هناك مرحلة مهمة جدا، أن بعد تحقيق الأهداف ظهرت كل الأيديولوجيات والأفكار بآرائها وظهرتها على السطح. أنا أقف مع عدة نقاط عايز أطرحها بسرعة وبعجلة شديدة جدا. أن في حالة تنوع، تلون ونفاق موجود في الحالة السياسية المصرية. يعني كثير جدا ممن ظهر أو يظهرون الآن على السطح كانوا معروفين أن هم من موالين للنظام، سواء من الليبراليين أو العلمانيين أو الإسلاميين أو أي غيرهم أو الإعلاميين أو الصحف حتى الإسلاميين. فحصلت حالة عجيبة جدا من النفاق والتلون في الحالة الثورية الآن. كثير منهم رموز معروفة كانت موجودة لسان حال الحكومة أو مصفقة له أو متواطئة معه على الظلم والاستبداد بأي طريقة كان، لكن حصلت حالة نفاق. وحالة النفاق ده أعتقد أن هي اللي عاملة نوع من أنواع الشقاق شوية في المظهر الثوري لثورة 25 يناير، لأن هم ليسوا أصحاب أهداف مخلصة أو نوايا مخلصة، لكن هو بيجمع بين أمرين. حتى لو سلمت أنه هو غير من فكر ورأيه، بيجمع بين الإرث القديم الموجود عنده في طبيعته في تواطؤه مع الظلم والاستبداد، ثم صعوبة تكيفه مع التغيير اللي حاصل، فبيحاول يطلع علينا كوكتيل وبيتنازعوا أمرين دايما هم تجدهم فيهم اضطراب في المشهد بين صحفي أو إعلامي أو سياسي أو ليبرالي أو حتى بعض الإسلاميين بدون نفاق يعني أو بدون مهر. فدي مشكلة موجودة في الحالة الثورية موجودة الآن. يعني دي عاملة نوع من الخلط. المسألة الثانية، أنا بقول إن ثورة 25 كان ثورة معبرة عن الشعب المصري كله، لكن ليس لها صاحب، لأن ثورة 25 يناير ليست ثورة شباب فيسبوك، لكنها عبارة عن كم كبير جدا من تراكم المقاومة للمظلومية خلال عصر حسني مبارك، وقضها ناس كتير جدا سطروا بأقلامهم وتضحياتهم ووقفاتهم النضالية أمام حسني مبارك عبر 30 سنة، مواقف كثيرة جدا زرعت في ضمير الشباب والعقل اللي خرجوا من 25 يناير حتمية المقاومة وحتمية الانتهاء من هذا الظلم والاستبداد. فليست حكرا لأحد ولا أي فصيل أيا كان هو وأيا كان ما قدمه من تضحيات من 25 يناير، لكن هي نتاج تراكم المقاومة للظلم والاستبداد لعصر حسني مبارك الطاغية دوت. صحيح في ناس قدمت يوم 25-28، لكن ليس هم وحدهم أصحاب هذه الثورة، ثورة شعب وثورة ناس كتير قدموا طوال 30 سنة. دي مسألة. المسألة الثالثة، أنا عايز أقول إن حدث خلط بعد 25 يناير، وخلط أراد به البعض السياسيين القفز على المشهد السياسي، أنه ظلموا للحالة السياسية المصرية فيها فراغ كبير جدا، فرادوا أن يقفزوا بمطالبهم وينال غنيما. منهم هيك لما خرج بالمجلس الرئاسي وأراد أن يعطل المشروع البرلماني الديمقراطي في مصر
واقترح فكرة مجلس الرئاسة يستمر في الحكم لمدة سنتين، وبعضه لو يحيى الجمل وغيره أرادوا أن يجعلوا مدة انتقالية للمجلس العسكري، فكثير جدا من السياسيين أرادوا أن يقفزوا ويعطلوا العملية البرلمانية. ثم ظهرت مسألة تأخير الانتخابات والدستور أولا وغير ذلك، ثم ظهرت أخيرا مسألة الوثائق أو المبادئ العليا في الدستور أو المواد الحاكمة للدستور. أنا أعتقد أن كل ذلك هو مخطط لتعطيل إرادة هذا الشعب. أعتقد أن 19 مارس كان في إرادة شعبية، إذا كانت الثورة 25 يناير اختلطت فيها الأدبيجات والأهداف، لكن يوم 19 مارس خرج هذا الشعب ولا يستطيع أحد أن يقول أن استفتاء كان مزور أو حصل فيه تزوير، لكن معبر إرادة شعبية. زي ما يقول بعض السياسيين أن صوتي أنا بصوت ألف واحد من اللي خرجوا 19 مارس، أعتقد أنه متكبر، وأعتقد أنه لا يمكن أن يتواجد في الحالة السياسية المصرية من يحتقر المصريين بهذه الطريقة. يعني بعض السياسيين بيحتقروا بما عندهم من آراء وأفكار عموم هذا الشعب. أنا أعتقد أن الشعب المصري لما خرج في 19 مارس لم يخرج بتأثير كما قال البعض، بعض القوى الإسلامية، لأن المواد المعدلة اللي تم الاستفتاء عليها لم يكن فيها مادة تحدث عن حكم مصر بالشريعة الإسلامية، لكن في حالة دفع للشعب المصري حصلت من الكنيسة وحصلت من المسجد وحصلت من كل القوى السياسية، وحصلت أن بعض الليبراليين وبعض السياسيين جندوا صحافة وإعلام بصفحات كاملة وبرامج كاملة لما يريد هو، فالكل أراد أن يظهر في المشهد السياسي بما يريد هو، ثم خرج الشعب بنتيجته 77% أراد مواد معدلة بنسبة كذا كذا كذا. أعتقد أن 19 مارس وضع خارطة طريق للعمل السياسي والحياة السياسية في مصر. البعض رفضها، البعض رفض وادعى الحريه والديمقراطيه واعلنوها بكل وضوح وبطرق مختلفه، رفض اراده هذا الشعب رغم انهم يتحدثون عن الديمقراطيه، هي قبول الراي والراي الاخر واحترام اراده الشعب واحترام صناديق الانتخاب وكذا كذا، لكن في الراي السياسي وفيما يريد هو رفض كل ذلك مطلقا، وبل بعضهم احتقر اراده الشعب في 19 مارس واعلن ذلك بالفاظ واضحه. انا اعتقد، انا مش هطول بس انا بقول في عجاله سريعه جدا ما اريده، ان يوم الجمعه انا بسميها، انا اعتقد انها جمعه المستقبل او خريطه الطريق اللي هتحدد خريطه الطريق للمشهد السياسي لمصر في المرحله القادمه. يوم الجمعه القادم حصل فيه حاجه من انا بسميها نوع من الحرب الاستباقيه لبعض منوئين للاختيار الاسلامي، لان هم وجدوا ان التيار الاسلامي لاول مره يتحد على جمعه وان هو لاول مره ينزل بثقل، فحصل نوع من خبايا الصنه اللي هي احتكاك بناس كتير جدا، حصل نوع من القفز في المشهد الاعلامي بعمل حرب استباقيه تخويفيه زي فوبيا الاسلام موجوده في الغرب، فعملوها على بعض المناطق الاعلاميه عشان يعمل نوع من انواع التخويف وانهدد وطلع بعض الاصوات بالضرب والخناق وكذا وكذا كذا. الحقيقه اني يعني انا مع احتكاكي او معرفتي بكثير من الناس، ما فيش حد من اخواننا الموجودين في التحرير ايا كان الاختلاف الراي معاهم يميل الى مساله ايه هذه الحرب اللي فيها عنف او شنزة مطلقا. يعني الناس ليها رايها، نختلف مع الراي او نتفق، رأيهم صوتهم عالي جدا بيتعدى الخطوط الحمراء ممكن لكن في الوقت نفسه كل اللي لهم رأي في ميدان التحرير ناس محترمة بمختلف أطيافهم وأشكالهم ولونهم، ويريدون أيا كان الاختلاف في الرأي هم يريدون رأي ويعبرون عن الرأي أيا كان. فمسألة التخويف من حرب وصدام مسلح وفوبيا عملوها كده في الإسلاميين اللي جايين، والمسألة دي أنا أعتقد لها مآرب أخرى، لأن هو الإسلاميين لما خرجوا من ثورة 25 يناير لم يريدوا أن يسبقوا الثورة بطريقة إسلامية، كان عندهم تخوفات الإخوان وغيرهم أن الغرب يستغلها للضغط على الحالة الجديدة جدا ويقفز عليها بضغوط شديدة جدا، فبالتالي جعلوا المشهد كله يكتمل في الحالة المصرية وأرادوها ذلك وظل كذلك، وتركوا هذا المشهد يعبر عن الحالة المصرية، تركوا المشهد في الحالة الثورية يعبر عن الحالة المصرية وأهداف المصرية طول فترة طويلة جدا، لكن لما أعلنوا أن هم هيتفقوا على مظاهرة لأول مرة أو مليونية لأول مرة ظهرت خفايا وأنياب التخويف والإرهاب والفوبيا والجايين والصدام من بعض ثنايا الإعلام هنا وهنا، وأنا لا أنزل فلول الحزب الوطني أو غيرهم أو من يريد أن يفشل أو من يكون له أغراض كثيرة جدا في مسألة التخويف. من المعلوم أن الإسلاميين لما قرروا في هذه الجمعة التواجد بكل كثافة حقيقة الكل يعلم ذلك، أعلنوها في ان هم كان الشيء اللي افزعهم بكل وضوح ما اعلن عن وثائق مبادئ عليا فوق الدستور او مواد حاكمه للدستور، وانا رايي الشخصي واعتقد برايي القانوني انها نوع من انواع الاستباق والحكم ومصادره الهيئه التاسيسيه اللي اراد الشعب في الماده 179 في التعديلات ان تنتخب من برلمان منتخب عن طريق صناديق الانتخاب 189 اتلغت ف 189 ارادت عبرت اراده الشعب في انتخاب برلمان ياتي عن طريق اراده الشعب ينتخب هيئه تاسيسيه، عمليه كلها ديمقراطيه، ولكن من لا يريدون يظن انهم، انا اعتقد ان في نخبه في مصر عندها عنصريه، يعني كانهم انا اعتبرهم النازيين السياسيين،
مش عايز الشعب ده عبر رأيه، هو يرى أنه أفهم من الشعب، هو أوعى من الشعب، هو يفهم عن الشعب في كل حاجة. وثم عندما تصادمه بأن الديمقراطية هي أراد هذا الشعب، يقول لا ممكن الشعب ما يفهمش كذا والشعب ما يفهمش كذا. ولذلك هم يخافون أن أراد هذا الشعب تنجلي في برلمان قادم، فهي تأسية منتخب من هذا البرلمان فتعبر عن هويته في هذا الدستور. فسبقوا لما فشلوا في الدستور أولا، ثم سبقوا بمسألة وضع مبادئ حاكمة أو مبادئ فوق عليا فوق الدستور كي تهيمن في القضاء الدستوري أو في الحكم على الدستور الذي يأتي برد الشعب. فلذلك الإسلاميين لم يفزعوا في جمعة القادمة لصدام وشيء من ذلك، لكن يعبروا عن هوية هذا المجتمع. هذا المجتمع له هوية يعبر عنها بالإرادة الشعبية، يعبر عنها بصناديق الانتخاب، لكن لا يعبر عنها بنخبة الفور سيزون أو كودراد أو الاجتماعات أو المؤتمرات أو غير ذلك أو فلان أو علان، لأن لو حظوا على صحيفة أو فضائية أو له مجموعة من الناس أو ينفق أموال، هذا ليس رأي الشعب، هذا رأي أفراد نحترمه ونقدرهم، كل هؤلاء محترمين فرعهم أيا كان الاختلاف. لكن التعبير عن الإرادة الشعبية الآلية له هي صناديق الانتخاب، هي برلمان منتخب. أما المصادرة بأي طريقة كانت فهي تعبر عن نوع من أنواع العنصرية التي تسبق ولا تريد أن تصادر مرات الشعب. هذا رأي الشخص، يعني ممكن الناس تختلف أو تتفق، هذا رأي الشخص. فأنا بقول إن الجمعة القادمة أنا أعتبرها أنها تعبير، ممكن زي ما قال أخونا عن الإرادة الشعبية، فإن نطرقها تعبر عن الإرادة الشعبية وتعبر عن هوية هذا الشعب بكل أطرافه وبكل آرائه، ولتكون عنوان لما يريده الشعب وليس عنوان لنخبة احتكرت منصة أو احتكرت فضائية أو احتكرت صحيفة أيا كانت تعبر صوتها عالي أو احتكرت تسيير 50 أو 100 من الناس أو 200 من الناس. فلنتركها تعبر عن الإرادة الشعبية بطريقة سلمية حضرية، تكون عنوان لمصر أمام العالم كله، وتكون عنوانا لحقيقة المشهد السياسي في مصر بكل ما فيه، وتكون عنوانا لأن الآخر من الرافضين لأي فكرة يقبل الديمقراطية ويقبل الخلاف في الرأي ويقبل غيره ويقبل رأي الأغلبية أيا كانت، فلتكون تعبيرا حقيا عن إرادة هذا الشعب. شكرا.